ديما ومش حال هذه كنسمعوا غير مول حانوت مول فران مول باتيسري مول طاكسي ديما مول. ولكن دابا خصنا نولفوا كلمه مولات مولات الطاكسي. انا دخلت هذا الدومين انا الوالد ديالي كان كيسوق الطاكسي بكري تا شيفور الطاكسي الوالد ديالي تعجبني الطاكسي ودخلت نخدم خصني نخدم دخلت نخدم مول الطاكسي. كان الراجل ديما محتكر هذه الحرفه ولكن دابا الوقت بدلات وحتى المراه لقات بلاصتها في الطاكسي وفي مجموعه من الحرف ومبقاش المشكل في هذا الراجل هذه المراه. انسانه عاديه حتى هي كتقلب رزق الوليدات ديالها وكتعيش معنا هنا كاخت ديالنا. راه جيت انا لقيتها انا في الطاكسي كي هي راجل كيمين راه فيها الطبيب طبيبه وهذا هي الحياه. علاقتي مع مريض الطاكسي ان هاد الدراري بحال ولادي هاد اللي تيسوقوا دابا بحال ولادي مولفيني مولفاهم عز عليهم بزاف دايريني بحال امهم. المشكل واقيله باقي في الناس اللي كيركبوا الطاكسي. لا هما تيتبهضوا تيقول لك اه وانا مركب مع تيقول لي سلام سيدي ملي تيشوفني مرة تيقول لي اه سمحي لي صحابني راجل. دابا المشكل ديال المرأة والراجل تقريبا انقرض في مجموعة من الحرف. شفنا مولات الطاكسي كاينة شيفورة ديال الطوبيس زيد وزيد يعني المرأة برهنات على أنها قادرة تخدم في أي مجال.